طلع بالفيديو الثاني للمحاضرة الجينجري 11. هسه الباثوجينيسيس الامراضية مال الجينجري، اول شيء تطور الدراي جينجري. هذا الدراي، اول شيء الدراي هو اكسترمايتز اللي هو طرفي او يصيب الاطراف، خوش، ونكروزز اوكر ويحدث التنخر. نكروزز تنخر اوكر يحدث، نعم واضح. وقال لك النكروتك تشو الانسجه المتنخره وتش الذي اكسبوز تعرضت، يعني تعرضت يعني تلفت بكم، تصبح ديهايدريتد جافه دو بسبب الفابوريشن التبخر اوف مشر الرطوبه، تمام، يعني هسه صارت جافه لان هي دراي بسبب تبخر الرطوبه. فور جروث مايكرو اورجانيزم، بس حتى تنمو المايكرو اورجانيزم هاي الكائنات الدقيقه البكتيريا وغيرها، تو كونديشن نحتاج حالتين او ظرفين، يعني تو كونديشن الرطوبه والاوبتيمم تمبرشر ودرجه الحراره. مو احنا هاي تبخرت الرطوبه هاي جافه، اذا لذلك احنا قلنا هذا ما صار بي انفكشن، لان الرطوبه ماكو، لان صار ايفابوريشن تبخر وصار ديهايدريشن جفاف. شوف صار عندنا هنا، صار عندنا ايفابوريشن تبخر وديهايدريشن جفاف، تمام. لذلك قال لك المايكرو اورجانيزم ما تنمو، لان احنا نحتاج شرطين للنمو، رطوبه ودرجه حراره. زين احنا هاي جافه وبارده، اذا ما يصير بيها، تمام. شنو اللي ينمو؟ ينمو هذا السابروفايتز اللي هن الرخاميات، سابروفايتز، واضح. نقلب ورقه، هاي معلومات مركزه وتخبل، يعني المعلومه جاهزه بدون لا تقرا ولا هاي بذني. ها طبعا انشز الغاز، ديفلوب غاز، طبعا الجنجري هذا الغاز كوز يسبب باي بكتيريا اكسوتوكسين بروديوزينج منتج الاكسوتوكسين للسموم الخارجي، شو اسمه، الكلوستريديال، طبعا سبيسيز، لان هي بيها هواي انواع من ساعه قريناها، من ساعه تو قريناها فاسمها السبيسيز نكتبها، يعني بيها هواي انواع الكلوستريديال، واضح. وهاي موستلي غالبا فاوند موجوده هاي البكتيريا وين مكانها، اما بالسويل بالتربه واما بالانيروبس، يعني الكائنات اللا هوائيه انيروبس، واضح، تمام. بعدين شو يقول لك؟ يقول لك هذا الغاز الكومبوزيشن يتكون من 5.9 هيدروجين، 3.4 كربون ديوكسيد اللي هو 2 كربون، 74.5 نيتروجين و16.1 اكسجين. والمن يؤدي اذا انتج هذا الغاز؟ يؤدي الى شغلتين، الى توكسيميا اللي هو تسمم الدم، وشوك صدمه. خوش، نجي لجوا الدراي، العلامات مال الدراي. هسه العلامات وصلنا السايمتومز، العلامات مال الدراي. الدراي شنو علاماته؟ الاحساس بالخدر، نمب يعني خدر، سنسيشن احساس، وكلودنيس بروده، تمام، ديسكولور اختفاء اللون، تمام، ريدش اللون من ريدش الى براون الى جوز وبعدين يوصل الى بلاك، تمام. فقدان الوعي الفوري امديت، يعني فورا لوس، فقدان اوف ذا بلاي، الفقدان الفوري للبلوت سبلاي لامدادات الدم، فيرست تورن، اولا تتحول الى بيل المنطقه الى شاحبه وبعدين الى بلوش الى زرقاء وبعدين الى بلاك سوداء، شرينك اللي هو انكماش، وهاي حطوا لي عليها الف خط، شرينك انكماش انكماش انكماش، تمام. نجي للويت مويس الرطب، سوولينج انتفاخ، شرينك انكماش، هذا جاف هذا رطب، هذا انكماش هذا انتفاخ، هاي جايه، تمام. ألم شديد، ما نغرض بيها، نقلب ورقة، ألم شديد. شنو بالله بعد؟ تنتج الرائحة الكريهة، أودور يعني كريهة، سميل رائحة. الغاز نحفظ لنا شغلة واحدة منه اللي هو بي بروديوز، ينتج الكوليستريديا اللي هو الغاز هذا، بروديوز ينتج بواسطة شنو؟ ياهلي ينتج الكوليستريديا هاي البكتيريا، ويصير بي سوولن انتفاخ، واضح. خلص هاي الفيديو.